كان بإمكان جحافل الأنصار الذين أموا مدرجات ملعب 19 ماي لمتابعة مواجهة الكأس بين اتحاد عنابة ووفاق سطيف حسم قضية الطفل هدلي هاشم ليتمكن من تركيب أطراف اصطناعية، لكن لسبب أو لآخر العملية فشلت. لماذا؟ هذا هو الاستفهام الذي طرحناه على والد الغلام. وسرى عطوني تكيات باش نبيع حمله. حكينا الجيشيات تقريبا من 9 تاع الصباح للخمسة تاع العشيه، ما كانش اقبال خلاص. جينا فركتوا على السبب، لقينا انه التيكيات قاعد تباع انوار مارشي نوار ب 5000 ب 10000. الدرك يمشي مستوعب الحكايه، الدرك والله ماني مستوعب الحكايه خلاص، حسبي الله ونعم الوكيل. الطفل هاشم براءة كله حيوية ويستحق المساعدة لتركيب أطراف اصطناعية. لقينا الناس كلش لاواني، رحت نركب الجلية أطراف تاع الجلية. العربي بن مهدي بكري في الطورة وش قالهم؟ القوا بالطورة إلى الشعب سوف يحتضنوها. ملا قضية هاشم نلقيوها لولاد عنابة والجزائر كاملة، احنا اللي نحتضناها، وإن شاء الله إن شاء الله هاشم ما يعي لا فين سيزون بيديه وبرجليه معنا في الصاد بربي إن شاء الله. لأنه لا يأس مع الحياة، فإن عملية بيع تذاكر المباراة ما تزال متواصلة بساحة جورج إسحاق وسط مدينة عنابة، كما أن وعود السلطات المحلية وصلت لآخر الرتوشات قبل تحقيق أغلى الأمنيات. مليحة؟ لا ياسر 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 إن شاء الله. شوف يا هشام، قول بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. درك أنايا الملف تاعك راح نبعثو فوق. بربي ان شاء الله. هي قضية إنسانية، وإن تحقق وتمكن هاشم من تركيب الأطراف الاصطناعية فهذا هو أكبر تتويج لعنابة هذا العام، فإسعاد الطفولة أهم بكثير من الحصول على أي كأس أو بطولة.